دلوقتي هنعمل لازانيا حلوه، ممكن تتعمل بطريقتين، ممكن تستخدموا فيها عجينه اللازانيا عادي خالص، بس في الحاله دي لازم هتستخدموها مسلوقه لان انا مش هدخل الفرن. ففي الحاله دي هنستخدمها مسلوقه، واحنا بنسلقها بدل ما بنحط لها ملح في الوصفه الحادقه بحط لها شويه سكر تتسلق معاهم وبعدين احطها تحت، او هنعملها بالبسكوت. فالمقادير الاول عندي علبه بسكوت بالشوكولاته اي نوع انتوا حابينه مفرومه، كريمه مخفوقه او كريم شانتيه، جبنه كريمي اي نوع بس يكون ملهوش طعم، يعني مش بطعم التشادر وطعم مش عارف ليه، بطعم القشطه. نص كوب سكر ابيض، ربع كوبايه من اللبن، بودنج شوكولاته او نشا وكاكاو. للي مش هيلاقي بودنج الشوكولاته او ما عندوش في البيت هنستخدم نشا وهنحط معاه كاكاو، هيديني نفس المفعول بالظبط، وشويه سكر طبعا للتحليه لان ده اوريدي بيبقى فيه سكر، يعني ده في كاكاو نشا سكر، الباكت ده الجاهز بيبقى فيه الثلاث حاجات مع بعض. فانتوا لو هتستخدموا في البيت حاجه مش الباكت بتاع البودنج يبقى هتحطوا الثلاث حاجات، كاكاو سكر نشا. وطبعا لبن ليه. طب هنعمل ايه؟ لبن، انا بما ان دم فيه النشا وفيه السكر وفيه كاكاو مش هضيف له اي حاجه خالص، هحط بس اللبن. واحط البودنج بقلب طبعا على البارد بره قبل ما ارفع على النار عشان اتاكد انه ما عنديش اي كلاكيع، وبعدين هرفع على النار. وممكن تظبطوا بقى التحليه بتاعته، يعني ممكن يكون الباكت حلاوته قليله شويه بالنسبه لكم تزودوا شويه مفيش مشكله. يستحسن ان احنا نستخدم الكاكاو الخام ونحط معاه التحليه بتاعته سواء عسل او سكر ونشدورها. هجيب معلقه واخد البسكوت اللي احنا ضربناه ده. في حد دلوقتي هيقول لي عايز اعمل بودنج بالفانيليا وبسكوت بالفانيليا قوي قوي، حد تاني هيقول لي عايز اعمل حاجه منهم بالشوكليت والحاجه التانيه بالفانيليا، دي اختياراتكم طبعا مفيش مشكله خالص. انا هحط هنا كده البسكوت، اللي حابب ان البسكوت ده يطلع قطعه واحده هيحط له زبده زي ما بنعمل في التشيز كيك، انا مش حابه النتيجه دي، انا عايزه البسكوت يبقى مفرفط. اللي حابب انه يعمله في كوبايات صغيره يعني كاسات حلوه صغيره مفيش مانع خالص. هننزل البودنج، لا ما انا مش هقف على مغرفه انتوا عارفين، هنزل البودنج هنا احنا هنحط عليه مجموعه من الفاكهه، اي فاكهه موجوده في البيت ماشي الحال هتمشي معاه. شويه موز، انا عندي هنا ايه، عندي خوخ، برقوق، تفاح، بس هنعمل ايه بقى؟ حاجه اخيره، ممكن نحط الكريم شانتيه لوحده يا اميره من غير ما نحط عليه السكر والجبنه الكريمي؟ طبعا ممكن مفيش مشكله خالص، ممكن كده بس خلاص وما احطش عليه حاجه تانية وازينه بشويه صوص شوكليت. ممكن من غير فاكهه خالص، بودنج بس وبسكوت، بودنج وبسكوت وقوم حاطة عليه طبقه من صوص الكراميل ماشي الحال. بصوا كام فكره واحنا واقفين اهو، بسكوت وبودنج وعليه كريم شانتيه اوكي. احنا عشان بس يعني ندي فكره زياده، ندي قيمه غذائيه اكتر شويه للولاد، يعني هندلعه شويه. هحط له كريمه مخفوقه اللي هي كريم شانتيه، احليها بشويه سكر او عسل يا دوبك مش كتير، احط عليها الجبنه الكريمي، وامزجهم مع بعض اهو بايدي حتى من غير هقول لكم ملحوظه مهمه،
من غير يعني مضرب كهرباء ولا حاجة. فهمي بيقول لي هم اللبن فين؟ اللبن كان احتياطي طبعا. امال ايه؟ مش انت اللي سألت صح؟ مين اللي بيقول لك كده؟ اللبن احتياطي ليه؟ ممكن لما اجي اضرب الاقي القوام بالنسبه لي تقيل شويه، اقوم حاطه معلقه لبن، لقيت ان القوام مظبوط خلاص، ما انا مش محتاجه اللبن، انا القوام عندي هنا مظبوط جدا، فمش عايزه اسيله باللبن. اوكي، وشويه الكاكاو دول هحطهم على الوش للتقديم، بس انا عايزه ابص على الفرن. هنا في الكريم شانتيه اللي احنا ضربناه بشويه السكر والجبنه الكريمي.